السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس القراءة، الوحدة الخامسة من الأسبوع الرابع، والأسبوع الرابع والحصة الثالثة مع الأصوات قاف الفاء الشين والسين، ونص قطرة ماء. في هذه الحصة سنقرأ نص قطرة ماء. نبدأ الآن مع الكلمات البصرية. شعبان، من، إلى، على. عنوان نصنا الآن هو قطرة ماء. نأخذ كراسة القراءة ونقرأ. قطرة ماء. غسل علي يديه طق طق، الماء يقطر. لم يغلق الصنبور جيدا، قطرة الماء تشكو التبذير. قال علي: ما بك؟ أنا قطرة ماء ملأت آبارا، سقيت أشجارا، جريت أنهارا، وصلت إليك بذرتني. أنا نعمة الله إليك، اروي ظمأك، نظف جسمك، ولا تبذر نعمة الله. إذا نأخذ كراستنا، صفحة 127، ونقرأ. ننتقل الآن إلى بعض المفردات. لاحظوا هذه الصورة، ماذا تمثل؟ إنها صنبور. لاحظ الصورة الثانية، إنها بئر. بئر. نلاحظ الصورة الثالثة، إنها تمثل ماذا؟ نهر. لاحظوا معي هذه الرسومات. لدينا طفل يجلس، ترك الصنبور مفتوحا، والماء ينسكب بغزارة. ماذا نسمي هذا الفعل؟ ترك الصنبور والماء ينسكب بغزارة. يبذر، نقول يبذر. لاحظوا هذه الصورة أو هذا الرسم. هذه الصورة صورة لطفل متسخ، ووجهه متسخ، وشعره غير مرتب. لاحظوه جيدا، إنه طفل متسخ. إذن ماذا سنقول له؟ سنقول له: نظف جسمك وملابسك. نظف جسمك وملابسك. إذا لدينا مفردين، يبذر ونظف. ننتقل إلى خريطة الكلمة. كلمتنا اليوم هي ظمأ. ظمأ، هل لديكم فكرة حول هذه الكلمة؟ هل تعرفون نوعها، مرادفها، ضدها؟ هل تعرفون توظيفها في جملة؟ سنركبها أولا في جملة، مثل: سامي يحس بالظمأ. سامي يحس بالظمأ. يحس بالظمأ أي أنه يريد أن يشرب. ما نوع هذه الكلمة؟ ما نوع هذه الكلمة؟ ظمأ، كما تلاحظون فهناك تنوين في آخر الكلمة، تنوين ظمأ. إذن نوع هذه الكلمة
اسم، هذه الكلمة اسم، ما مرادفها؟ عطش، نعم عطش ظمأ مرادفها عطش. انتقل إلى ضدها، ما ضدها في نظركم؟ ما ضدها؟ ارتواء، نقول ارتواء أو شبع، ارتواء أو شبع، هذا هو ضدها، وهذه هي خريطة كلمة ظمأ. ننتقل إلى الأنشطة الموجودة في الصفحة 128. أنمي معجمي، أضع علامة X أمام الشرح المناسب. بذرتني، معناها اعتنيت بي. ضيعتني، ظمأ، ما معناها؟ عطش أم جوع؟ ثم استخرج من النص ضد يفتح وأفرغت، ثم أملأ شبكة المفردات لكلمة ماء. ما هي الكلمات التي لا علاقة بكلمة ماء؟ أفهم، أجيب. ماذا غسل علي؟ ماذا تشكو قطرة الماء؟ ثم لون بطاقة مكانين لم يذكرا في النص، آبار، أنهار، عيون وبحار. ثم أفكر، أذكر من يحتاج إلى الماء، أذكر من يحتاج إلى استعمال الماء. إذن ننجز هذه الأنشطة في دفتر المنزل. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.